وللمزيد حول مؤتمر رئيس الوزراء حول حزمة التسهيلات الضريبية ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز إبراهيم عزت. إليك إبراهيم. شكرا جزيلا لك إنجي. إذن انتهى قبل قليل المؤتمر الصحفي الذي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وتحدث خلاله السيد وزير المالية في عدة نقاط، ولكن قبل أن نتطرق لأهم ما جاء على لسان السيد وزير المالية، تحدث دولة الرئيس عن عدد من النقاط لعل يعني استهل هذا المؤتمر الصحفي بتقديم التهنئة للمصريين بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأيضا نتحدث عن أيضا تقديم التهنئة لفلاحي ومزارعي مصر بمناسبة عيد الفلاح، ثم تطرق بالحديث حول الزيارة الهامة التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، معلقا أنها ستجني ربما ثمار خلال الفترات المقبلة فيما يخص الوضع الاقتصادي والتبادل التجاري ما بين البلدين. أما السيد وزير المالية وبحسب ما جاء أيضا على لسان الدكتور أحمد كوجك وزير المالية أنه هذا المؤتمر صحيح هو الأول للإعلان عن بعض التيسيرات والتسهيلات لمجتمع الأعمال بصورة عامة، ولكن لم يكن الأخير، معلقا أنه سيكون هناك عدة اجتماعات للحديث عن تفاصيل أهم ما جاء اليوم في هذا المؤتمر كخطوط عريضة. ربما أهم هذه التسهيلات التي تحدث عنها وزير المالية، وعقب قبل أن يتطرق لهذه النقاط أن كل ما تم الإعلان عنه من تسهيلات ضريبية تحديدا ما بين مؤسسة الضرائب وأيضا الممولين ومجتمع الأعمال بصورة عامة جاءت بعد دراسة يعني لمدة أشهر، وجاءت أيضا تلبية لعدد من مطالب المجتمع الخاص، ولعلنا تابعنا لأكثر من مرة السيد الرئيس يوجه الدعوة مباشرة للقطاع الخاص لمشاركة الدولة ولي فتح الأبواب والتسهيلات والتيسيرات للمستثمرين خلال هذه الفترة، لذا جاءت هذه التيسيرات أيضا الضريبية لمجتمع الأعمال. إذا تحدثنا عن أبرز هذه التسهيلات والتيسيرات لمجتمع الأعمال والمستثمرين، تحدث يعني وزير المالية فيما يخص القطاعات غير الرسمية، وهناك يعني هناك شراكة ما بين الدولة أو هناك هدف ما بين الدولة وما بين المستثمر الناشئ أو المستثمر البسيط، يعني ربما هذه الاستثمارات لا تتعدى حتى 15 مليون جنيه. هناك خطة تم وضعها لإخراط وانخراط هذا القطاعات يعني غير الرسمية للقطاعات الرسمية والقنوات الرسمية في الدولة. أيضا تحدث عن تبسيط الإقرارات الضريبية، معلقا أن هذه الإقرارات التي يقدمها جميع الممولين بشكل يعني سنوي كان ربما يصل أعداد يعني هذا الكتيب أو هذه الأوراق لأكثر من 70 صفحة، لذا كان هناك أيضا وجهة نظر في التخفيف والتسهيل فيما يخص على التسهيل على الإقرارات الضريبية. هناك تخفيض في هذه الإجراءات وتيسير أكثر، معلقا أن هذه المعلومات بالفعل لدى وزارة المالية ولدى مصلحة الضرائب، لذا سيتم استبعاد عدد كبير من هذه الخطوات المعقدة إنجاز التعبير للممولين والمستثمرين. أيضا نتحدث عن غلق بعض النزاعات بين المستثمر ويعني الدولة بصورة عامة. في الماضي كان هناك يعني عدد كبير من المستثمرين يعانون بشكل دوري وبشكل يعني كبير فيما يخص ارتفاع سقف الغرامات، ده بيرجع للتأخير في فحص الأوراق على سبيل المثال كما تحدث وزير المالية، وهذا يرجع السبب لوزارة المالية، لذا ليس للمستثمر أي ذنب في فرض ضرائب زيادة أو فرض يعني إقرارات أو فرض رسوم ضريبية زيادة، لذا هناك خطة أيضا تم وضعها فيما يخص يعني غلق هذه النزاعات، بل سيكون هناك سقف لهذه الغرامات بالنسبة للممول. أيضا من بين التسهيلات والتيسيرات التي أعلن عنها وزير المالية في هذا المؤتمر الصحفي هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، بعض الممولين لديهم عدد من يعني الملفات الضريبية
الجالية في عدد من المقرات الضريبية، لذا سيكون هناك في توحيد للمعاملة بين كل المأموريات. هناك أدلة يتم تقديمها، ومن ثم يستطيع الممول أن ينهي كافة يعني طلباته وكافة إجراءاته في مصلحة واحدة، تسهيلا وتيسيرا عليه، بدل يعني ما كان بيمر على أكثر من مقر ومصلحة ضريبية. أيضا نتحدث عن رد جزء من الضريبة المضافة لعدد من الممولين الذين ربما يصدرون ويساهمون في هذا الشأن. هناك أيضا هي كانت بترد يعني ربما تحدث أكثر من 3 مليار جنيه خلال الفترات الماضية، ولكن هناك خطة أسرع وتسهيل أسرع لرد هذه يعني الضريبة، جزء من ضريبة القيمة المضافة لهؤلاء الممولين والمستثمرين. بصورة عامة الاجتماع ربما شهد حضور يعني كبير من السادة رؤساء تحرير الصحف المحلية، وأيضا نتحدث عن يعني هناك حالة من الإرضاء فيما يخص هذه الإقرارات وهذه القرارات والتيسيرات والتسهيلات التي تم الإعلان عنها. ولكن وزير المالية أعلن أن سيكون هناك خلال الأسابيع المقبلة القليلة مزيد من هذه المؤتمرات الصحفية للإعلان عن مزيد من هذه الإجراءات، بحسب ما جاء على لسان الدكتور أحمد كوجك، ولكنه هو المؤتمر الأول اليوم الذي تم الإعلان عنه عن هذه التفاصيل المتعلقة بالتسهيلات والتيسيرات لمجتمع الأعمال بصورة عامة. هذه هي أبرز النقاط التي جاءت في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور السيد وزير المالية هنا من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة. شكرا جزيلا الزميل إبراهيم عزت مراسل إكسترا نيوز على كل هذه التفاصيل.